أهلا فيكم يا أصدقائي. فقرة جديدة من فقراتي، فقرة حكمة اليوم. اليوم بفقرتي حضرت لكم حكمة بتمنى أنكم تستفيدوا منها وتعملوا فيها. فقرة كتير حكمة كتير حلوة وعجبتني، وحكيت لازم أنه أنتوا تعرفوها، وهي: ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. يا لها من حكمة رائعة أصدقائي. هيك بتكون خلصت فقرتي لليوم. استنوني الأسبوع الجاي فقرات جديدة ومعلومات جديدة. ما تنسوا تتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، ومع السلامة.